الحمد لله احنا متواجدين في المعرض ديال المكناس. الحمد لله زينا ساركنا مدة هذه على حساب الكوفيد اللي داز دي 3 سنين هذه ما ساركناش، والحمد لله من ساركنا هذا العام اللي على المنتوجات اللي عليها اقبال، والحمد لله التنظيم زيد، تنظيم رائع، والحمد لله تنظيم الاقبال على المنتوجات المجالية. الحمد لله بالنسبة للمنتوجات اللي كما تنشوفوا راه الحمد لله راه الاقبال عليها، والحمد لله على اللي كيسهر اللي سهر على هذا المعرض الحمد لله راه نظموا مزيان الحمد لله. وكنشكر وزارة الفلاحة اللي دايره مجهود كبير على هاد التنظيمة، وكنشكر وكالة التنمية الفلاحية اللي معاونة مع هاد التعاونيات والمنتوجات المجالية والتسويق ديالها وجميع المعارض الدولية والوطنية، وكنشكر مديرية الفلاحة اللي ساعدتنا بزاف، والحمد لله اللي كنتجو هاد المنتوج ديال التوابل كنتجو في بني ملال اقليم فقيه بن صالح المنطقة ديال الدوار اولاد علواد اللي كنفلحوه. الحمد لله راه بدينا الغرس ديالو وتنخدموا فرص الشغل ديال الفلاحات والفلاحين اللي بدينا نخدمه الحمد لله، اللي كما زينا خلينا الخدامه ورانا والناس اللي خدامين معهم راه خليناهم 60 ولا 65 واحد اللي خدامه، والحمد لله ما كرهناش نزيدوا قدام ان شاء الله نديروا يد العامله اللي اكثر ونديروا خدمه فرص الشغل لهاد المنتوجات المجاليه اللي غنعطيو واحد الصوره لبلادنا، وحنا فرحانين ببلادنا وفرحانين بسيدنا الله ينصرو الله يخليه لنا الله يطول لي العمر. والحمد لله اللي اخر معرض علينا نجيو لهنا المكناس كنا في فرنسا، شاركنا في فرنسا ودينا جوائز لفرنسا، حنا الحمد لله 5 تعاونيات اللي كنا ربحنا كما تشوفوا في واحد البروفي هو ديناه، والحمد لله راه شرف لينا وشرف للجميع، والحمد لله اللي هاد المنتوجات المنزليه راه زيده لقدام الحمد لله. المجموعه الحضور ديالها في المعرض الدولي بمكناس يعني حضور متميز، دابت يعني على الحضور منذ يعني الدورة الأولى إلى الآن، نستبشر خيرا يعني بهذا يعني العودة بعد الجائحة ديال كورونا. والحضور ديال المجموعة يعني كاين جوج ديال الأهداف كبرى اللي هما أولا الانفتاح على المحيط والتعريف بالمنتوج ديال الزعفران وبالمنطقة ديال تاليوين يعني بالدرجة الأولى، ثم التسويق ديال المنتوج ديال الزعفران ديال تاليوين في هذا المعرض. هذا حنا جينا تشرفنا حضرنا هذا المعرض الدولي باش كنبريزونتيو فيه المواد الغذائيه تاعتنا والمنتوجات المغربيه تاعتنا اللي هي كتدل على الخيرات ديال البلاد ديالنا من مختلف المناطق المغربيه. حنا جينا لهذا المعرض هذا كنمثلوا مدينه كازا الدار البيضاء سطات، والحمد لله يعني كانت تجربه موفقه بزاف، وكنشكروا صاحب سمو الملكي اللي عطانا هذه الفرصه هذه باش نعرفوا بالمنتجات المغربيه ديالتنا، وتكون فرصه سانحه اننا نتعرفوا حتى على اسواق عالميه اللي نقدروا نبينوا لها المنتجات المغربيه ديالتنا اللي كنفتخروا بها، اللي كتبقى منتجات كيصيبوها النساء 100% نساء مغربيات اللي الحمد لله كيبينوا على جودة المنتوج المغربي. هذه المشاركة الثالثة ديالنا في المعرض الدولي ديال الفلاحة، والحمد لله كاين إقبال مزيان، والناس الحمد لله وافقتهم هذه المنتوجات المجالية والمنتوجات الطبيعية ديالنا اللي كنعرضوا في هذا المعرض الحمد لله. والناس اللي جاوا عندنا العام اللي فات في 2018 وهذا لأنه من مورا كتعرف التوقف ديال المعرض بسبب الجائحة وهذا الشيء اللي داز في يعني في هذه الظرفية ديال كورونا والمسائل هادو، والحمد لله التعاونية ديالنا راه هي هنايا في هذا المعرض كتعرض هذه المنتوجات ديالها اللي منهم العسل الحر بجميع أنواع ديالو، المنتوجات الطبيعية، زيت أرغان والمشتقات ديالو اللي حاصلين على شواهد عالمية، شهادة البيو ماروك، شهادة الإيكوسيرت، شهادة ديال السلامة الصحية لونسا، والمنتوجات ديالنا الحمد لله حاصلين حتى على الميدالية 3 ميدالية ذهبية في المعرض في الكونكور ديال المنتوجات المحلية اللي داز في بركان. المشاركة ديالنا في هذا المعرض الدولي ديال مكناس، صيام ديال مكناس، الهدف ديالنا المشاركة ديالنا هو
كنعرفوا المنتوج نتاعنا المحلي اللي كاين بمدينه الفود جهه درعه تافيلات، كيفاش المنتوج عندنا والمنتوج حاصل على السلامه الصحيه المنتوجات الغذائيه لونسا اللي ميز بعد المنتجين. والحمد لله هذه الفضل ديال هذه المشاركه ديال المعرض الدولي اللي كنديروا علاقات تجاريه مع الزبناء الجدد وكنعرفوهم المنتوج ديالنا والحصيله ديال المنتوج اللي عندنا كمنتجين ديال المنطقه. التعاونيه كتستغل في المنتوجات المجاليه، الزيوت وكذلك كتم المنتوجات كتجميل، ومهم كنتملوا جميع المنتوجات اللي عندنا تما وكنديروا لها التسويق ديالها داخل الوطن وخارج الوطن. بالنسبه للتعاونيه عندها جميع الرخص، اغلبيه الرخص اللي هما كالونسا كالبيو رخصه التصدير، وكذلك التعاونيه مسجله المنتوجات ديالها في دول خارج المغرب. هذا الشيء اللي كيخلينا نسوقوا المنتجات ديالنا على واحد النطاق واسع خارج المغرب. بالنسبه لها التظاهره هذه النسخه هذه نتاع المعرض ديال المكناس يعني كانت هائله، لا من ناحيه الزوار ولا من ناحيه المبيعات اللي حققناها ولا من ناحيه يعني الشركات اللي تلاقيناهم داخل المغرب وخارج المغرب، واللي غادي نزيدوا نفتحوا واحد الاسواق جديده وكذلك نزيدوا في المنتج، وبالتالي غادي تزاد اليد العامله عندنا. وزعما اللي فرحنا اكثر هو انه ناس كانوا جاوا عندنا النسخ اللي دازوا النسخه اخر نسخه اللي كانت قبل كورونا، يعني جاوا كيقلبوا علينا كيقولوا لنا عجبنا المنتجات ديالكم وقلبنا عليكم وجينا ناخذوا، وهذا هو اللي كيخلينا نحسوا بواحد الفخر وكنعرفوا رسالنا بلي احنا غاديين في الطريق الصحيح. هذه المشاركه هذه ديالي في معرض دولي الفلاحه اللي لقات واحد النجاح بفضل هذا، تنعرفوا بهذا النوع نتاع هذا الخشب هذا اللي تمتاز به هذه الجهه هذه الاطلس، وعنده واحد معروف عند الصعيد العالمي فهمتي، وبزاف المسائل اللي اننا تنخدموها في هذا الخشب هذا اللي هي تتكون تنستعملوها فهمتني الاشياء طبيعيه، واللي مثلا ك ك ك شي حاجه اللي عندها علاقه بالنسبه للغابه هي مثلا حيوانات او شي حاجه اللي تتكون تعطي واحد الميزه تتعرف بالمنتوج المغربي. هذا الخشب هذا تناخذوه بواحد لي سي باسي باش نقدروا نمشيو مثلا واحد نص متر كيب او متر كيب مثلا العود، وتيدوز عن طريق بواحد لي سي بازي قانوني باش يمكننا عاد يمكننا نقطعوه وناخذوا فيه هاد نخدموا فيه هاد المنتوجات فهمتي. وبالنسبه للحجم نتاع البياسه ديك الشيء على حساب الشجره وعلى حساب شحال فيها في الدياميتر ديالها شحال فيها، تتشوف شحال يمكن ان البياسه هي اللي تتحكم عليك شنو يمكن لك تخدم فيها. الشجره تتقول لك هو الارض ديالها انت، او ثاني تتعرف شنو هو كيفاش غادي شنو تخرج فيها، واش تخرج فيها في هذه الارض هكا او مثلا كهذه مثلا 50 على 80 او 120 على 70 على حسب لابياس اللي تكون باغي تخدم.